السلام عليكم يا جماعة الخير. اليوم بتكلم معاكم عن دعاية مسلسل اسمه النهاية اللي بينزل في رمضان. هالمسلسل صراحة لفت انتباهي. أنا عادة ما أشوف مسلسلات عربية، نادرا ما أشوف أفلام عربية حتى، بس يوم شفت دعاية هالمسلسل انصدمت. وأنا بيسألوني محمد سوي رياكشنات عن دعايات أو عن تريلرات أو بروموز، أنا ما أسوي رياكشنز لأن وجهي ما يتغير ثابت مثل ديد فيش، يعني طالع الشيء اوكي عادي، يعني هاي واي انا ما صح اسوي رياكشنز وما اقدر اكنت فيك رياكشنز فور يو ام سوري. بس عن ذي المسلسل اللي فت انتباهي الكواليتي مال برودكشن، جوده الانتاج. يعني هالمسلسل ذكرني ببليد رانر، ذكرني بروبوكاب، ذكرني بويست وورلد، ذكرني بافلام ومسلسلات ساينس فيكشن انا احبها. فانا استغربت ان مسلسل عربي او مسلسل مصري فيها الثيمز، فيها المواضيع ذي، ان نشوف مسلسل خيال علمي عربي، لان في وايد نقد على الاعمال العربيه ان هي جدا دراميه وواقعيه او تتكلم عن الماضي اكثر ما تتكلم عن المستقبل، وما في مسلسلات خيال علمي او مسلسلات ديستوبيا او عن عالم المستقبل المرير في العالم العربي، لان العرب صعب يتخيلون المستقبل. يعني هاي بس من انتقادات، حتى شفت فيديو طرش يا رفيجي من فتره، فيوم شفت دعايه هالمسلسل صراحه انصدمت بشكل ايجابي وتحمست وقلت بشوف انا هالمسلسل امانه في رمضان. يعني بقعد له هاي the end او النهايه، بقعد له واشوفه، بنزل ريفيو عنه بالكامل في النهايه، واذا عجبني وايد بنزل ريفيو بكل حلقه. بس حبيت اقول لكم اني صراحه وايد انبهرت بدعاية هالمسلسل. إن شاء الله يكون التمثيل أوكي، ما يكون تمثيل درامي فوق اللزوم، لازم يكون في واقعية معينة في التمثيل إن شاء الله. بعد يعني ما يكون مسلسل مخيب للأمال، لأن الدعاية مدتها دقيقتين بس شفت وايد أشياء، حسيت إني فهمت القصة بالكامل، فإن شاء الله ما يطلع اللي في بالي، لأن الدعاية ذكرتني بعد وايد بفيلم AI Artificial Intelligence. بس بشكل عام أنا متحمس إن أشوف هالعمل، ومستانس إن في مخرجين عرب الحين قاعد يطلعون عن القالب الدرامي المعتاد ويروحون في جانرا أو فئة مسلسلات وأفلام جديدة. فبس أنتوا إيش رأيكم في الدعاية؟ خبروني، وإذا تحبوني أتكلم عن دعايات أكثر في المستقبل كتبوا لي في قسم التعليقات، وإذا ما تحبون بوقف. وبس يا جماعة الخير، أرى ذي فيديو وايد قصير وسريع، بس ما كتبت أشياء وايد، بس كتبت يعني بس ورقة صغيرة. فبس أنت خبروني إيش رأيك في دعايات المسلسل، وهل أنتم متحمسين له؟ إن شاء الله يعني يطلع شيء قوي. يلا يا جماعة، أشوفكم على خير.